لانكم دائما واخا عزيز عليكم انكم تفتحونا في بعض الاحيان، احنا عزازين عليكم وكتجيو تحضروا معنا. انا ما عمرت شي كونفيرونس دو بريس ما جاتش فيها اقل من 20 25 واحد، فهذا شيء جميل جدا يدل على مدى حب الصحافه للفنان. هي الساعة ديال الجورنال اللي فعلا، وهذا الوقت جاء الوقت فعلا باش تكون هذيك النهضة وتكون هذيك الالتفاتة باش نرجعوا شوية للفنان اللي كان دائما تنشوفوا الفنان غير في المشاكل. فهذا مزيان نشوفوا في هذه الفكرة هذه اللي جا بها السي سعيد النصيري وطريق البخاري ومجموعة ديال الفنانين اللي خداو على عاتقهم على أنهم يردوا لنا ديك الانتعاش المسرحية مع الجمهور مع يعني مع حب الفنان للفن ديالو للخدمه ديالو اللي كيخدم. ما نبقاوش غير تنجيو ونقولوا ان الفنان ما عندوش ديما غير تيشكي. فهذه الفكره هذه اذا نجحت وبفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الصحفيين، لان لازم يكون هذا عنصر مشترك ما بين هاد الناس اللي مشرفين على هذه الفكره هذه وكذلك الصحفيين باش يوصلوا هذا الخبر. هذا فكره التياترو تياتركم اللي جاو بها يعني فكره جميله. غادي يكون المسرح يوميا والمسرح بواحد الشكل جديد اللي هو غادي يلعبوا دي شو، فهمتيني، ويكونوا فيهم دي شو داك الشيء سبيكتاكولير وديف فيه ديفرنت اشكال، يعني كاين الالعاب السحريه، يعني واحد الشكل جميل. انا على ما فهمت من الفكره وعجبتني بزاف، ولي عظيم الشرف على ان يكون من بين هذه الفرقه هذه اللي غتقدم هذا التياتركم هنا بالدار البيضاء في هذا المسرح الجميل اللي بدا ب 250، ولكن الجميل فيه هو انك تكون كتلعب كل نهار. اليوم 250، غدا 100، 160، 300، حتى يكبر هذا الشيء ان شاء الله ويتعمم ويزورونا من جميع انحاء المملكه المغربيه وتنجح الفكره اكثر واكثر. وما علينا الا نصفقوا ونشجعوا لهذه الفكره هذه باش توصل ان شاء الله. وحاليا بعدا نشوفوا الممثلين ديالنا بعدا اللي عندنا هنا والشباب والمواهب اللي غادي يشاركوا اللي كانوا يشاركوا في برامج كتاب بحال رجاء ما شاء الله عليها لطفين اللي غادي يكونوا معنا، كذلك السي محمد الظهراء وممثلين الحمد لله وفنانين كبار اللي غادي يكونوا معنا هنا. كل شيء فاطمه والشاي والدين بك، فهي الفكره مفتوحه، يعني هذاك الشيء ما تقدرش وجه واحد تخدم به يوميا، راه ضروري غيكونوا فنانين كبار وغادي يكونوا الشباب المواهب اللي حقيقه ما تيلقاوش مثلا دعم وما تيلقاوش اللي يوجههم وما تيلقاوش الاستمراريه. كيشاركوا في برامج وهذا الشيء معروف، برامج اللي كتكون في التلفزيون لكن من بعد هي الاستمراريه، فهذه فرصه لهم على انهم يجيو يقدموا السبيكتاكل ديالهم والجمهور دائما هو المستفيد الكبير. قبل العرض قبل الاول في لوكانز ان شاء الله غتشوفوا التجربه اللي جلسنا هضرنا عليها اليوم، هي تجربه اول مره غادي ندير في المغرب، هو واحد الميلونج ما بين فن الالعاب السحريه وفن ديال الكرياسيون وفن الكوميديا اللي غيكون اول مره في المغرب على خشبه المسرح. الفكره ما غتكونش واضحه لكم في الاول، ولكن كنوعدكم انه غادي يكون واحد الشيء جميل جدا، خصوصا مع التجربه ديال الفنان طارق البخاري والفنان سعيد الناصري بحكم التجارب الفنيه اللي عندهم. وهذا حاولوا يمدوا لي يد المساعده باش هذيك الكرياسيون اللي ما نقدرش نديرها في شي بلاصه اخرى غنديرها ان شاء الله في العرض. الفكره انها جات كنا هاد ليكيب اللي كنتو شفتو حاضرين، كنا ديجا موجدين واحد ليكيب على اساس باش ندير واحد الحاجه جديده، شي حاجه جديده للمغرب. مي فاش جات الفكره مع كوتش طارق وسي سعيد الناصري قلنا علاش ما نتعاونوش كاملين، سيرتو ان سي سعيد الناصري نجم، عنده الناس كيحبوه، يعني عنده ناس معجبين به بزاف، والدراري اللي شفتو كاملين كل واحد عنده الجمهور ديالو، وكوتش طارق حتى هو معانا. عجبتنا الفكره قلنا علاش لا، باش حيت المسرح ولا ناقص عندنا في المغرب بزاف، يعني من مسرح الحي ما بقيناش شفنا شي مسرحيات اللي كل سيمانه ولا كل شهر كاينه مسرحيه. كنتمنى والله كنتمنى من قلبي كيما مصر عنده مسرح ما بقيناش حتى المغرب يكون عنده مسرح ديالو من لي جون اللي غيعجب الناس. كنتمنى نكونوا عند حسن ظنكم صحافه
هي الاولى، وكنتمنى لكم عند حسن ظن المغرب كامل ونعجبوا الناس كاملين اللي غيحضروا، ونتمنى هذا الميسيون ينجح على شطه. قبل الاقدام تقريبا كنغيروا واحد الفرقه فيها واحد اللون جديد ديال السبيكتاكل ديال اللون الفرجاوي، ما فيهش غير الفكاهه بوحدها، فيه 90% فكاهه ولكن تناول ديالها بواحد الشكل اللي غتكتشفوه من بعد. فمن بعد يعني كان عندنا واحد السفيره في القاهره، تلاقيت انا والسي سعيد المصيري اللي كنشكرو بزاف، اللي قابلتو الفكره واللي كان عنده فكره مشابهه لها، فقررنا اننا نوحدو الصف. والحمد لله السي سعيد قام بواحد المجهود نشكر عليه، وتلاقى بالسي العلوي صاحب هذه القاعه الجميله ديال الكلاب اللي لقيناها في الفضاء هذا اللي خاصنا، الفضاء ديال الكلاب اللي غيبقى عندنا على طول العام. والعام كامل غادي نقدموا كل اسبوع عرض جديد، الشيء اللي ما كناش كنشوفوه من قبل في القاعه كيف كيدور لهذا. فالحمد لله غيكون عندنا كل اسبوع عرض جديد مع ناس اللي هما معروفين بنجومهم اللي هي معروفه، بحال الرجاء، بحال سعد بنصير والسلامه، بحال عزام، بحال يعني كاين جواج، كاين ريحه طويله اللهم لك الحمد. فكاين اضافه الى هذا غيكونوا الناس اللي هما فعلا غادي يكونوا يتمرنوا ويحتفوا بهذه النجوم هذه، باش في الاخر غيكون عندنا فرقه اللي تشرفنا وتشرفنا بها ولا الجمهور غادي يعني. ناويين انكم تستمروا في الوقت ديالكم هنا في العالم؟ ان شاء الله هذا السؤال اللي كنتمنى انه يبقى الماكسيموم وتبقى اكاديميه ونمشيو حنا وياخذوا ناس اخرين الخالف وياخذوا المشعل ويزيدوا بها التجربه لقدام ويطلعوا ناس اخرين ويقايدوا السنين ويمشيو على الله ويبقاو ناس اخرين يقولوا فوالا الله يرحم اللي كان واحد الوقت عندنا كانت الدراسه طلعت فلان وطلعت فلان وطلعت فلان. كنقولوا على بزاف المدارس وعلى بزاف المعارف وبزاف الاساتذه اللي خسرهم وجاروا في عينيه ديالهم انهم تشكلوا بزاف ديال المؤسسين وبزاف ديال الربيع وبزاف ديال المغنيين وبزاف ديال الخوف داخلين على سبيل الحصر الاجتماعي المثال يعني. الاستاذ طيب الصديق الله يرحمه راه تاسست عنده ناس الغيوان محمد مفتاح، الناس الممثلين اللي هما كبار السلامات نور الدين بكر فلان بزاف ديال الممثلين الكبار اللي شفتو عندنا في الحرم راه عندنا ذاك الصباح. نشوفوا بعدا بعد يحكموا ان شاء الله. نتمنى هادشي اللي غنديرو يكون راضي علينا، لان هادشي كامل اذا ما كانش الجمهور راضي وما عاجبوش ولا ما كانش الجمهور ما كيسولوش. حنا بغينا نخلقوا هذا النشاط الجديد ديال العروض الفنيه اللي هي المسرح او الغناء او الومان شو كما نقول بالانجليزي، لنجلب متفرجين وزبناء اخرين ليهتموا بهذه العروض الفنيه. هي الفكره جات مع حنا تنشتغلوا مع الفنانه والمخرجين والمنتجين بحكم توزيع الافلام المغربيه في القاعات السينمائيه المغربيه، وقعت توطات واحد العلاقه اخويه وفنيه بين المخرجين وحنا اللي تنتعاملوا معاهم، وتناقشنا في هذه الفكره وبغينا تكون في الوجود، وتنعملوا جهدنا كما شفتوا اليوم. كان تصريح صحفي باش عطينا انطلاقه لهذه الفكره المشتركه بيناتنا. شكرا. الفكره الرئيسيه اللي اشتغلنا عليها هو ان هذا لو كونسيبت كان يراودني منذ زمان، انني ندير مسرح يومي في الدار البيضاء، وما تعنيش الدار البيضاء، نتمنى انه يكون حتى في مدن اخرى، ولكن الدار البيضاء هي المدينه الكبيره، المدينه الاقتصاديه اللي القوه الشرائيه فيها كبيره، لكن للاسف كان دائما كيطرح مشكل ديال القاعه. الان مع الناس ديال ايدن كلاب قدرت نقنعهم كذلك، واخا تكون عندك القاعه اشنو غتقدم، اش من عروض، شنو هي العروض التي يحترمها وتحترم هي بنفسها تحترم المتلقي او الجمهور المغربي. ف يعني عيطت على بعض المجموعه ديال الشباب اللي هم معروفين، وحدين اللي ما معروفينش اللي باقيين يلاه بادين، وحتى بعض الاخوان والاصدقاء ديالي اللي هما نجوم، وحاولنا نكونوا واحد الفريق اللي غادي يقدم عروض متميزه خلال
في الشهور القادمه ويوميا، يعني غادي يكون المسرح مفتوح يوميا ان الناس يمكن لهم يجيو للمسرح ويدخلوا يتفرجوا مع وليداتهم وغيشوفوا عمل متكامل. يعني عمل الا قلنا بان المسرح ابو الفنون فغيكون فيه واحد الابداع اللي كيجمع الفنون كلها بما في ذلك الفولكلور، بما فيها الفولكلور، بما فيها لا ماجي، بما فيها اغاني رقص الحان، يعني اشياء جميله جدا. سبحان الله على هذا الصداع اللي كاين، لان هذا الفريق ديالنا كله تبارك الله عاجبه الفكره. فهذه فكره اللي هي تياتركم او مسرحكم كذلك قد يكون واحد النوع من التواصل على عن طريق لي ريزو سوسيو ان شاء الله، واللي غنتواصلوا به مع الجمهور ديالنا. انا جاي نكمل نقولهم جاغيب. اذا هذه هي الفكره، نتمنى من الله من خلال المنابر ديالكم ان يجيو عندنا الجمهور كثير. سمحوا لنا جاغيب الباندية جاغيب. اولي سلاح حمرك يا بس لقينا ولا